بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شايفين الفرخة الهندي؟ طلعت الثلاث كتاكيت دوم بس، أربعة، الأربع كتاكيت دوم بس، وكل البيت طلع فاضي، مش عارفة ليه، لأنه كانوا مع الفراخ والبط كله مع بعض. هنحطهم المرة الجاية لوحدهم، الفراخ هنحطهم الهندي والديك لوحدهم المرة الجاية. هي قاعدة تربيهم ازاي؟ تلعب بيهم في السور طول النهار. ملهمش عرف، الهندي ما يبلغوش عرف. تأكلهم وتحطهم تحت جناحها مطلوقة كده هو طول النهار في السور. تأكلهم وتحطهم تحت جناحها. ما يبلهم شعور في الفراخ الهندي. والفرخة التانية أختها ردة، ربنا يسهل بقى وتطلع حبة كتاكيت. هي تيجي تاكل ياكل، تهرب يهرب. ده عيش مبلول، حتى لهم عيش لهم وتعيش مبلول، حبة رز زيتين وبادي كمان، وبياكلوا بادي اي حاجة هي تاكل هما ياكلوا. الفراخ البلدي يبالهم عرف، لكن الهندي ملهمش عرف. ازاي طلعت أربعة بس؟ حلوين رضا. يلا الفرخة اللي تربي الكتاكيت بتاعتها ما يبقوش متعبين ولا نحس بيهم، هي تدفيهم تنيمهم تأكلهم، عليا نحط الأكل وخلاص.